الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما موضوع أشكال مرونات الطلب، طبعا مرونات الطلب السعري المقصود هنا أشكال مرونات الطلب، وسأبين ذلك بالأمثلة البيانية وبعض الأرقام، فأرجو الانتباه إلى ذلك. وعلى بركة الله نبدأ. أن يمكننا تصور مرونات الطلب السعرية أو Price Elasticity of Demand، Price Elasticities جمعها بواسطة التمثيل بيانا كما في الأشكال التالية، لأن هذا الآن صيغة مرونة الطلب السعرية الإبسلون Price of Demand، هنا يعني مرونة الطلب السعرية أو Price Elasticity of Demand تساوي التغير المئوي في الكمية المطلوبة مقسم على التغير المئوي في السعر، وتساوي بالحاله اذا يعني فسرنا هذا المقصود هنا تساوي التغير في كيو على التغير في بي ضرب بي على كيو. طبعا عاده بناخذ الان متوسط بي متوسط كيو حتى نقوم بالحسابات على الاقل بالامثله الرقميه البسيطه التي سأبينها الان. هنا الان على المحور الافقي الكميات المطلوبه والمعروضه، عندي هون اسعار الكميات المطلوبه والمعروضه. في هذه الحاله هنا الديماند او منحنى الطلب، منحنى الطلب هذا هو عمودي على الأفق، يصنع زاوية قائمة على الأفق، وبالتالي فإن مرونة الطلب السعرية في هذه الحالة هنا تساوي صفرا، أي أن الكمية المطلوبة لا تستجيب أبدا للتغير في السعر. وعلى سبيل المثال لنفترض بأن الآن هذا منحنى العرض في الحالة الأولى، نقطة التقاطع الأولى هنا هذه الآن تبخر عنها الزود المرتب Q1 وP1 نتيجة لظرف ما انتقل منحنى العرض من S1 إلى S2 على سبيل المثال، وبالتالي التقاطع الجيد حدث عند النقطة هذه اللي لم تتغير عندها الكميات التوازنية Q1 لكن السعر ارتفع. ولذلك عندما ارتفعت الأسعار بقيت الكميات المطلوبة معروضة كما هي التوازنية، ما يعني الآن بأن مرونة الطلب السعرية تساوي صفر في هذه الحالة. الآن لو يعني أدرنا هذا المنحنى إلى اليمين شيئا ما، شيئا بسيطا كما في الحالة التالية، هنا كميات مطلوبة معروضة، أسعار كميات مطلوبة معروضة، هذا منحنى الطلب في هذه الحالة. في هذه الحالة يكون تكون مرونة الطلب السعرية أقل من 1 صحيح لكنها أكبر من 0 بالمطلق. طبعا هو نأخذ احنا القيمة المطلقة للأرقام، لأنه دائما وأبدا كما ذكرت في محاضراتي أمام أحبة الطلب في جامعة يرموك، دائما وأبدا إشارة مرونة الطلب السعرية سالبة القيمة، دائما سالبة. فالآن لنفترض بأن منحنى العرض كان في هذا الموقع، لاحظوا لي نقطة التقاطع تم أخذ عنها السعر والكمية التوازنية، أما الآن نتيجة لظرف ما انتقل منحنى العرض من S1 إلى S2، لاحظوا لي نقطة التقاطع ارتفاع الأسعار بشكل كبير من P1 إلى P2 نسبيا، لكن الكمية التوازنية انخفضت من Q1 إلى Q2 بمقدار ضئيل نسبيا، وبالتالي هنا مرونة الطلب السعري أقل من 1 صحيح. لنأتي على الحالة الثالثة وهي حالة وسيطة، هنا هذا الطلب هنا بالحالة هاي بيكون مرونة الطلب السعري بالمطلق تساوي 1 صحيح، أي المقصود الآن لنفترض بأن منحنى العرض كان عند الموقع S1 انتقل للظرف، طبعا هنا عندي الكمية التوازنية والأسعار التوازنية، لظرف ما انتقل منحنى العرض من S1 إلى S2، لاحظوا الآن نقطة التقاطع الجديدة هنا Q2 مقابلهم P2 مقابل Q3 هون عفوا، فلاحظوا لي نسبة الارتفاع بالأسعار تساوي نسبة الانخفاض بالكميات التوازنية هون، لذلك مرونة الطلب مرونة الطلب السعرية تساوي 1 صحيح. الحالة الرابعة قبل الأخيرة الآن إنه برضو يعني قمنا بتدوير المنحنى إلى الأعلى شوية، بمعنى آخر قللنا أو زدنا من ميله، فالآن هذا منحنى الطلب ومرونة الطلب السعرية بتكون أعلى من 1 صحيح لكنها أقل من إنفينيتي، أقل من ما لا نهاية. فلنفترض الآن بأن تقاطع منحنى الطلب منحنى العرض عند هذا الموقع هنا S1 مثلا، فتبخر عنها زوج المرتب هنا Q1 وهنا الآن P1 نتيجة لظرف ما انتقل منحنى العرض إلى الخلف مثلا S1 إلى S2، وبالتالي نقطة التقاطع الجديدة هنا
لما خضع لها الزوج المرتب Q2 و P2. هنا الارتفاع بالسعر شيء بسيط لكن الكميات التوازنية انخفضت بشكل كبير. وآخر حالة اللي هي حالة ما يسمى بمرونة الطلب السعرية التي تقترب من ما لا نهاية. هذا الآن منحنى الطلب أفقي 100% يتوازن مع الأفق، وبالتالي هنا مرونة الطلب السعرية تقترب من ما لا نهاية. وعلى سبيل المثال نفترض بأن الآن منحنى العرض كان هنا بالموقع أسوان، لظرف ما انتقل إلى الخلف، أي بمعنى يعني احتاج أن يرفع أسعاره المنتج في هذه الحالة. لاحظوا لما الذي سيحدث، ما يحدث أن الكمية التوازنية انتقلت من Q1 إلى Q2 لكن السعر بقي كما هو. هذه الحالات الخمسة مهم جدا أحبتي أن تتذكروا ما المقصود هنا، أنه عندما يكون منحنى الطلب عمودي على الأفق، الآن دوران خفيف فيه ثم دوران أعلى حتى أصبح يصنع زاوية مقدار 45 درجة هنا مع الأفق ومع العمود، هنا الدوران أعلى وهنا الدوران أصبح كاملا. نكمل الآن هنا الآن هذه مواقع منحنى الطلب، هذا الخط الأخضر هذا أو المنحنى الأخضر خط مستقيم، هو الآن هو الديماند كيرف. تلاحظون الآن كيف تختلف الآن مرونات الطلب السعري عند المواقع المختلفة من منحنى الطلب. هنا حسب هذه الأرقام عندما حسبتها قمت الآن بحساب مرونات الطلب السعري على طول المنحنى. في هذا الموقع كانت مرونة الطلب السعرية تساوي بالمطلق 11. لاحظوا لي في الموقع الثاني هنا كانت مرونات الطلب السعرية تساوي 3 بالمطلق. لاحظت انخفضت الآن مرونة الطلب السعرية، ثم هنا أصبحت تساوي 1.4 بالعشرة، هنا أصبحت تساوي 1 صحيح، وهنا الآن أصبحت أقل من 1.33، وأخيرا في هذا الموقع تساوي 0.09 يعني تقريبا 1% أو هي 9% عفوا 9%. ما يعني الآن بأن مرونة الطلب السعري في أعلى منحنى الطلب تكون مرتفعة ثم تأخذ بالانخفاض كلما اتجهنا إلى اليمين نحو الكميات المرتفعة. هذه الآن أخيرا الآن سأبين بالمختصر، هذا بالمختصر الآن مرونات الطلب السعري حسب المنحنى. هذا الآن دي هنا تساوي يعني مرونة الطلب السعري تساوي صفرا، طبعا هذا منحنى الطلب. هنا في هذه الحالة مرونة الطلب السعرية تساوي أقل من 1 صحيح، هنا الآن مرونة الطلب السعرية تساوي 1 صحيح، هنا الآن أعلى من 1 صحيح، وأخيرا الآن تقترب من ما لا نهاية. هذا ملخص مرونات الطلب السعرية. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة إن شاء الله، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.